بين رعب الماضي وخوف المستقبل، يبقى واقع مخيم الهول للاجئين في شمال وشرق سوريا القنبلة الموقوتة الأكثر تحدياً لمهندسي القرار في العالم، قبل انفجار محتمل قد يعيد حقبة الرايات السوداء من جديد، في ظل تحركات متصاعدة لخلايا إرهابية نائمة تتعطش للنهوض وسط غفوة دولية عميقة. مخيم الهول الواقع على بعد عشرات الكيلومترات شرقي مدينة الحسكة، والذي يحوي أكثر من 8000 شخص من عوائل تنظيم داعش الأجانب، قد يصبح وفق مراقبين بؤرة محتملة لنشوء جيل كامل على فكر إرهابي جديد أعنف من سابقه، نتيجة لإهمال المجتمع الدولي وتجاهله مخاطر هذا الجيل في حال بقي دون برامج للتأهيل. كلما زاد حجم الإهمال من قبل المجتمع الدولي لهؤلاء الأطفال في هذه السن المبكرة، كلما تولدت لديهم يعني رغبة انتقامية كبرى في مواجهة العالم، خاصة وأن إذا نظرنا للدول الأوروبية البعض رفض أن يستقبلهم وهم أطفال لا ذنب لهم ولا يدركون شيء، ويستطيع العالم أن يدمجهم من خلال برامج التأهيل والمناصحة الموجودة في كثير من دول العالم. فتخلي العالم يزيد من خطورة هذا الجيل في صناعة جيل جديد من داعش يمارس عنفا وعنفا مركبا وعنفا انتقاميا وعنفا فيه كراهية للمجتمع وكراهية للحياة بأجمل. منظمة العفو الدولية بدورها حذرت في تقرير نشر مؤخرا من استمرار الواقع الحالي لمخيم الهول، وتحديدا بالنسبة للأطفال، مشددة على ضرورة عودتهم إلى بلدانهم الأصلية. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المنظمة تأكيدها بضرورة إعادة 27,000 طفل على الأقل يقطنون مخيم الهول إلى بلدانهم، كما ودعت الحكومات للقيام بواجباتها المرتبطة بحقوق الإنسان واحترام حق الأطفال في الحياة والتطور وتنظيم إعادتهم بسرعة ووضعه كأولوية. دعوة العفو الدولية وتحذيراتها هذه أكدتها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مراراً وتكراراً في عدة مناسبات، وخاصة أن المخيم يشهد تزايداً واضحاً لعمليات التخريب والقتل، إلى جانب سيطرة ما يسمى بنساء الحسبة التابع لداعش الإرهابي على تفكير عوائل التنظيم ضمن المخيم وتدريب الأطفال على ذهنية الإرهاب. مخيم الهول كقنبلة موقوتة لا نعلم متى ستنفجر، وإذا انفجرت سيكون لها تداعيات خطيرة علينا وعلى كل المجتمع الدولي. المطلوب من المجتمع الدولي أن تتحمل مسؤولياتها تجاه هذا الملف المعقد والخطير، على الدول أن تأتي وتأخذ مواطنيها، ونحن نتخوف إذا استمر الوضع بهذه الطريقة أن أيضا يخرج مخيم روج من الداخل تحت السيطرة. حقيقة المجتمع الدولي مقصر ولا يتحمل مسؤولياته تجاه هذا الملف. مصدر رسمي في الإدارة الذاتية أكد لقناة اليوم تسجيل مخيم الهول لنحو 157 عملية قتل بين الفترة الممتدة من أواخر العام 2019 وحتى تشرين الأول أكتوبر العام الجاري. ومع استمرار التقصير الدولي إزاء قضية مخيم الهول، تتصاعد المخاوف من إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي الذي بدأت خلاياه المنتشرة في المنطقة تحركات عسكرية وصفت بالخطيرة في سوريا والعراق، تحركات تعني بحسب مصادر مطلعة تهديد حياة قاطني المخيم الذي يفوق عددهم من سوريين وعراقيين وأجانب أكثر من 57,000 شخص، بينهم أكثر من 38,000 طفل دون 18، ناهيك عن أخطار غير محسوبة قد تطال العالم أجمع.